السلام عليكم. إن شاء الله هنكمل حل كتاب بنوك الأسئلة الامتحانية. هنحل النهاردة على الفصل الرابع. أحب أنوه إن إحنا حلينا الفصل الأول كامل على اليوتيوب والفصل الثاني، أما الفصل الثالث فهو محلول على صفحة الفيس، أنا بسيب اللينك بتاعها موجود في صندوق الوصف. أما بالنسبة للفصل الرابع هنبدأ نحله النهاردة، وبخصوص الطلبة اللي بيكتبوا في التعليقات نجيب الكتاب منين، الرقم ده ممكن تتواصل معاه تقدر تجيب منه الكتاب، سواء كان فيزياء أو كيمياء أو أحياء أو جيولوجيا. نبدأ نحل. السؤال الأول: شكل يوضح دائرتين للتيار المتردد، إحداهما تحتوي على مقاومة أومية R والدائرة الأخرى على ملف حس عديم المقاومة الأومية L، فإذا افترضت أن جهد المصدرين ليهم نفس الطور، فإن فرق الطور بين IL و IR يمثل بالشكل النهون. هنا غير اللي إحنا متعودين عليه. احنا كنا دايما متعودين ان اللي بيحصل انها بتبقى دايره واحده، وبالتالي بنقول ان في الدايره الواحده لما تيجي توصل المقاومه بالملف هيمر فيها تيار التوالي اللي هو تيار في الملف وفي المقاومه متساوي في المقدار وفي الطور. لكن هنا استخدم دايرتين علشان نتعامل ازاي بقى. لو احنا جينا على الدايره اللي فيها المقاومه وقلنا ان فرق الجهد مثلا هنفترضه على محور الصدام، ادي فرق الجهد. فين التيار في الدايرة دي؟ التيار في الدايرة دي هيكون بيتفق في الطور مع فرق الجهد، فهنا الـ IR. تمام. طيب لو جيت من الدايرة التانية وقلت إذا أنا افترضت إن فرق الجهد موجود على محور الصادات، فين بقى التيار؟ التيار في دايرة الملف بيتأخر عن فرق الجهد بربع دورة، فهنا هيبقى الـ IL. طيب انا عايز اعرف بقى فرق التور بين الاي ار والاي ال في الحاله دي، هيبقى الاي ال بيتاخر عن التيار بربع دوره، يعني هيبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم الف. هنقولها تاني كده، انا هفترض ان هما الاثنين ليهم نفس الفي، يعني الفرق الجهد هنا والفرق الجهد هنا ليهم نفس التور، فبالتالي افترضت الفي على اي مكان يعجبك. ماشي، فين بقى التيار؟ تيار المقاومه مع الفي، وتيار الملف بيتأخر عن الفي بربع دورة، وبكده أنا عرفت الـ IL والـ IR، فاخترت بناء عليه الاختيار رقم ألف. السؤال اللي بعده: وصل سلك مستقيم بمصدر متردد فكانت شدة التيار الفعال I، ثم لفينا السلك على هيئة ملف فوصل بنفس المصدر فكان التيار يبقى إيه؟ طبعًا هيقل. السبب؟ لما تجيب السلك ده وتخليه سلك مستقيم وتوصله بمصدر متردد، كده التيار المتردد هيواجه مقاومة السلك بس. لكن لما السلك تلفه على شكل ملف وتستخدم نفس التيار نفس المصدر، فإيه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيحصل إن هنا التيار هيواجه المقاومة بتاعة أسلاك الملف وكمان الـ XL، لأن الملف له مفاعلة، وبالتالي التيار هنا هيقل بسبب انه بيواجه حاجتين الار والاكس ال، اما هنا بيواجه حاجه واحده اللي هي الار، فالاختيار الصحيح هيكون رقم الف. السؤال رقم 3: دينامو تيار متردد يتصل بملف حس عديم المقاومه، يبقى انا عندي ملف وادي عندي مصدر متردد اسمه ايه؟ اسمه دينامو. تمام. فإذا زاد تردد الدائره للضعف فإن النهايه العظمى للتيار المتردد في الملف. نكتب القانون: الاي ماكس دي النهاية العظمى بتساوي في ماكس بتاعة الدينامو، احنا حافظينها اللي في ماكس للدينامو ابن 2 باي اف. طيب وفي نفس الوقت على مين؟ على الاكس ال، هنا العنصر لان الملف عديم المقاومة يبقى اكس ال، والاكس ال نفكها لايه؟ ل 2 باي اف ال، فكده الاف هتطير على الاف مع الاف اللي فوق، وكده التيار مش هيلاقي تردد يتوقف عليه، فبالتالي قيمة التيار هيحصل لها ايه لما التردد يتغير؟ هيظل ثابته، يبقى زاد التردد، ما هو التردد موجود في البص والمقام هيلاقي تاثير بعض، وبالتالي تظل قيمه التيار ثابته. سؤال رقم 4: في الدائره الموضحه كانت زاويه الطور سالب 45، طب لما نقفل المفتاح هتصبح زاويه الطور هتبقى كام؟ تمام. طيب في الحاله ما المفتاح مفتوح كانت دي كده الدائره بتاعتنا دائره ار سي، وكان زاويه الطور تان سيتا عبارة عن سالب اكس سي على الار،
كمان الاكس سي بتساوي الار، كمان الاكس سي بتساوي ار، فكأنك بتقول سالب ار على ار كان الناتج يطلع سالب واحد. شفت تان سالب واحد تطلع لك الزاوية سالب 45. طيب لما نيجي نقفل المفتاح، انا عايزة اتعامل مع الاكس سي هيحصل لها ايه. يبقى انت دلوقتي لما هتقفل المفتاح هيصبح المكثفين دول متوصلين على التوازي. لما يكون معاك مكثفات متوصلة على التوازي بتتعامل ازاي مع الاكس سي وبتتعامل ازاي مع السي؟ الاكس سي اللي هي وحدتها الاوم دي زي المقاومات بالظبط. المكثف لما يتوصل على التوازي يبقى الاكس سي هتقل، لكن لما باجي اتعامل مع الساعة بيبقى العكس، بتعامل مع الساعة على ان التوازي توالي والتوالي توازي. طيب انا عايز اتعامل مع الاكس سي العادية، لما هوصل مكثفين قد بعض في الساعة على التوازي ونقفل المفتاح يبقى المكثفين دول متوصلين على التوازي، ساعتها الاكس سي هتبقى الاكس سي توتال هتبقى واحدة على عددهم، يعني هتبقى اكس سي على 2، واحنا اتفقنا ان الاكس سي بتساوي الار، يعني كأنها ار على 2. تمام، تعال بقى نجيب تان، تان سيتا هتساوي الاكس سي اللي احنا قلنا عليها ار على 2 على الار اللي هي مش هتتغير، هيبقى الناتج طبعا ما ننساش السالب، هيبقى الناتج سالب نص. يبقى انت عندك اهي هتقول ايه بقى، تان سالب واحد، يعني شفت تان بسالب نص، هتبقى هي دي الإجابة الصحيحة رقم ب. سؤال رقم 5، في الشكل المقابل عند غلق المفتاح فإن شدة التيار ايه اللي هيحصل لها؟ طب تمام، انا دلوقتي المفتاح مفتوح، دي دايرة رقم 2، دايرة ملف مع مصدر التيار المتردد، ولما هنقفل المفتاح هيبقى برضو دايرة ملف، الدايرة رقم 2 دايرة ملف مع مصدر التيار المتردد، وفي الدايرة رقم 2 بيبقى فيها فرق الجهد بيسبق التيار بربع دورة، وادام قلت قيمة الزاوية يبقى دي الزاوية دي مش هتتغير، دي حاجة اصيلة في الدايرة رقم 2 ان فرق الجهد بيسبق التيار بربع دورة، ولما اقفل المفتاح مش في حاجة هتتغير. طب تمام، طب بالنسبة للتيار مش الاي بتساوي طبعا الاي افكت، هتساوي الفي افكت على الاكس ال. لما تقفل المفتاح يبقى الملفين دول هيتوصلوا على التوازي، وبالتالي الاكس ال في حاله التوصيل على التوازي هتقل، يعني لو ده ليه اكس ال وده زيه اكس ال هيبقى لما نقفل المفتاح اكس ال على 2، يبقى الاكس ال بقت النص، النص يعني المقام بقى النص، يبقى الاي هيزداد، يبقى التيار هيزيد لكن زايد زاويه الطور هتدناها زي ما هي. يبقى احنا هنقول ايه بقى، هنقول رقم ج ان قيمه شده التيار هتزداد للضعف وتظل زاويه الطور ثابته. رقم 6، في دائرة الـ RLC لما تكون زاوية الطور بصفر، طبعا دي تبقى دائرة رنين، فيها بتبقى المعوقة الدائرة أقل حاجة نهاية صغرى قد إيه بتساوي إيه بتساوي المقاومة، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ألف. السؤال رقم 7، دائرة الـ RLC تكون زاوية الطور، خلي بالك بيسأل بين مين ومين، بين الـ VL والـ VC. تمام، أنا بقول لو كان ده طبعا دائرة مقاومة وملف ومكثف، يعني دايرة R L C. تمام، فأنا أقول لو ده اتجاه التيار فين ال V عبر المقاومة بيتفق في الطور مع ال I، طب فين فرق الجهد عبر الملف بيسبق التيار بربع دورة، طب فين فرق الجهد عبر المكثف بيتأخر عن التيار بربع دورة، طيب فرق الطور بين ال V L وال V C الزاوية دي كام؟ الزاوية دي 180، يبقى فرق الطور هيبقى 180، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ألف. سؤال رقم 8، عند توصيل مقاومة عدمة الحس في دائرة تيار متردد، المقاومة الدائرة الأولى هيبقى التيار وفرق الجهد لهم نفس الطور، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. السؤال رقم 9، أي الأشكال الآتية تعبر عن متجهي التيار والجهد الكهربي في دائرة كهربية تحتوي على ملف حس ومقاومة أمية؟ تمام، ادي الملف وادي المقاومة وادي الدايرة اهي دايرة ار ال. ماشي، هنفترض ان ده متجه التيار، تيار الملف وتيار المقاومة، فين الفي ار؟ بتتفق في الطور مع التيار، فين الفي ال؟ تسبق الاي بربع دورة، فين الفي توتال؟ هيبقى المحصلة بتاعتهم في توتال،
يبقى ساعتها فرق الجهد الكلي هيسبق التيار بزاوية سيتا، سيتا هتبقى أكبر من الصفر وأقل من 90. هل ده موجود في الاختيارات؟ أيوة، الاختيار رقم ألف فرق الجهد الكلي يسبق التيار بزاوية سيتا، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف. السؤال رقم 10، عندما تتساوى كمية الحرارة المتولدة مع كمية الحرارة المفقودة بالإشعاع، ده هيبقى شرط الاتزان في جهاز الأميتر الحراري اللي هو الأميتر ذو السلك الساخن. الاختيار الصحيح هيكون رقم ألف. سؤال رقم 11، في دائرة الرنين زاد سعة المكثف، إذا زادت سعة المكثف للضعف وزاد الحث الذاتي للضعف، فإن التردد هيحصل له إيه؟ في دائرة الرنين بيكون عندنا الـ XL بيساوي الـ XC، يعني 2 باي FL بتساوي 1 على 2 باي FC. تعالى نضرب طرفين في وسطين، 1 في 1 بواحد، وهنا 2 في 2 ب 4، وباي في باي باي تربيع، واف في اف باف تربيع ال سي. بيسألني على التردد، فهقول ان اف تربيع في طرف بتساوي 1 على 4 باي تربيع ال سي. طيب ايه اللي هيحصل؟ ادي الاف تربيع اهي، الواحد مش هيحصل لها حاجه، والاربعه مش هيحصل لها حاجه، والباي مش هيحصل لها حاجه، تمام. ال اللي بقى هيحصل لها ايه؟ بيقول هتزيد للضعف. طب والسي هتزيد للضعف، يبقى الناتج 1 على 4. طيب ده تردد ولا مربع التردد؟ مربع التردد. طب عايزين نعرف التردد بس هيحصل له ايه؟ ناخد الجذر، يبقى انت الاف هيحصل لها ايه؟ هتبقى 1 على 2، يعني هتقل للنصف، فيبقى الاختيار الصحيح هيبقى رقم الف. سؤال رقم 12، اثناء عمل الدائرة المهتزة عندما يكون التيار قيمة عظمى يكون ايه؟ طبعا التيار لما بيبدأ ينمو من الصفر لحد ما يوصل للقيمة العظمى، الـ EMF المستحثة العكسية بتبقى موجودة، وبالتالي بتتخزن الطاقة الكهربية في الملف في صورة مجال مغناطيسي قيمته عظمى، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ألف. سؤال رقم 13، يوضح الشكل الآتي 4 مكثفات موصلة على التوازي وعلى التوالي، إذا كانت سعة كل مكثف 2 بيكو فراد، فعايز السعة التوتال. طب تمام، الاثنين هنا والاثنين هنا على التوازي بتعامل مع السعة العكس على انهم توالي، يبقى 2 و2 4، يبقى في هنا مكثف قيمته 4 بيكو فراد، وهنا برضو 2 و2 4، يبقى 4 بيكو فراد، تمام. وبعدين الاثنين الاربعه والاربعه على التوالي هتعامل كانهم توازي، اخد واحده على عددهم، يبقى الناتج 2 بيكو فراد، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. السؤال رقم 14، أي الأشكال التالية يعبر عن موضع مؤشر الأميتر الحراري بصورة صحيحة عند مرور تيار قيمته الفعالة 2 I؟ هنا لما كان التيار I كان المؤشر انحرف في قسم واحد. طب لما يبقى التيار 2 I هنحرف كم قسم؟ احنا عندنا السيتا بتتناسب مع I تربيع، فلما يبقى التيار 2 I هنقول الكل تربيع، وده هينتج عنه ان السيتا هتنحرف ل4 أقسام مش قسم واحد. طيب تعالوا كده نشوف الاتنين اي وصلت لفين. ادي قسم 2 3 4 5، لا ده مش ينفع. ادي قسم 2 مش ينفع، ادي قسم 2 3 مش ينفع، طب ادي قسم 2 3 4، يبقى هو ده الاختيار الصحيح، يبقى الاجابة هتبقى رقم د. سؤال رقم 15، في دائرة الار ال سي يكون فرق الطور بين الاي ال والاي سي، طبعا دايرة التوالي بيبقى معاك انت المقاومة والملف والمكثف متوصلين على التوالي، فبيبقى تيار العناصر كلها متساوي في القيمة والطور، وبالتالي هيبقى فرق الطور هنا بصفر، يعني الاختيار الصحيح هيبقى رقم د. السؤال رقم 16، في الدائرة الموضحة اذا كانت زاوية الطور -45 عند غلق كي، تمام، ايه اللي هيحصل لما هغلق المفتاح؟ ايه اللي هيحصل؟ طيب والمفتاح مفتوح، كانت الدائرة دي دائرة ار سي، وبالتالي فرق الجهد الكلي بيتأخر عن التيار بزاوية 45، وده معناه ان الاكس سي بيساوي الار. طيب لما احنا نيجي نقفل المفتاح هيبقى ساعتها المقاومة متوصلة على التوازي مع سلك فاضي، فالمقاومة هتتلغي وتبقى الدايرة مفيهاش غير المكثف. دائرة المكثف الدايرة رقم 3، فيها فرق الجهد بيتأخر عن التيار بربع دورة، عشان كلمة يتأخر يبقى هقول فرق الطور -90، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. السؤال رقم 17، انظر الدائرة الكهربية الموضحة إذا وصلنا مكثف على التوالي مع الملف ولم تتغير قراءة الأميتر التيار متردد، فما العلاقة بين مفاعلة الملف اللي هي الـ XL
ومفاعلة المكثف اللي هي الاكس سي. طيب دي دايرة ايه؟ دي دايرة ار ال صح؟ هنزود عليها ايه؟ هنزود عليها مكثف وتبقى اسمها ار ال سي. طب يعني ايه التيار ما اتغيرتش قيمته؟ يعني التيار في الحالة الأولى هو التيار في الحالة الثانية. طب وده يحصل امتى؟ لما يكون الزد في الحالة الأولى بتساوي الزد في الحالة الثانية. طب وده يتحقق ازاي؟ الزد في الحالة الأولى كانت الجذر التربيعي لآر تربيع زائد اكس ال تربيع، لكن في الحالة الثانية ار تربيع زائد اكس ال ناقص الاكس سي كل تربيع. يعني ازاي احنا هنطرح الاكس ال دي؟ هنطرح منها الاكس سي ويبقى نفس الناتج. هنقول ايه مثلا؟ يعني لو انا افترضت رقم 5، تقدر تقول لي الرقم 5 ده تطرح منه كام عشان يكون الناتج 5؟ هتقول لي 10. طيب يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي في الدايره الاولى اكس ال، الاكس ال دي اطرح منها كام، انا اقصد الاكس سي اطرح منها كام عشان تدنها اكس ال، عشان تدنها اكس ال، عشان الزد تدنها الزد والمعوقه هي المعوقه، اطرح منها 2 اكس ال. تخيل بقى انت معاك 2 اكس ال، شيل منها اكس ال واحده هيطلع معاك اكس ال كأن ما حصلش اي تغير. وده معناه ان الاكس سي لازم تبقى ضعف الاكس ال، يعني اختيار الصحيح هيبقى رقم الف. وممكن انت تستخدمها كتجربه، يعني جرب. طبعا هنا التربيع لما بتطلع بالسالب وتربع هيطلع الناتج بالموجب، فمش فارقه معاك مين اكبر من مين. فانت قلت لو قلت اكس ال وشلت منها 2 اكس ال هيطلع الناتج اكس ال، لانك بعد ما تربعه يعني يبقى اكس ال لكل تربيع زي دي. لكن لو استخدمت الارقام دي كلها مش هيطلع معاك نفس المعوقه، وبالتالي الاجابه الصحيحه هتكون رقم الف. سؤال رقم 18، في دايرة تيار متردد يتصل ملف، ادي الملف مفاعلته الحسية يعني الاكس ال 40 او، وفي مقاومة 30 او بمصدر لجهد متردد او جهد فعال الفي افكت، لي الفي افكت الجهد الفعال 60 فولت. فعايز القدرة المفقودة. اولا القدرة هتفقد في المقاومة بس، الملف بيخزن الطاقة مش عنده قدرة مفقودة، وبالتالي عشان اجيب الباور لازم اقول اي تربيع، اي افكت تربيع في الار، الار موجودة قيمتها 30، التيار مش عندي. عشان نجيب تيار الدايرة دي نجيب المعوقة اللي في الدايرة، الزد بتساوي الجذر التربيعي لار تربيع زائد اكس ال تربيع. الار يبقى 30 الكل تربيع زائد ال 40 الكل تربيع، هتطلع الزد ب 50 اوم. هنجيب التيار، هنقول الفي افكت اللي هو 60 على 50 هيطلع 1.2 امبير. طبعا دي الاي افكت. طيب هنقول بقى الباور بيساوي 1.2 كل تربيع في ال 30، هيطلع الناتج 43.2 واط. يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم الف. سؤال رقم 19، عندنا مكثفين سعتهم 5 مايكرو فراد و8 مايكرو فراد متوصلين على التوازي، يبقى انا هجيب مكثف ومكثف كمان ونوصلهم على التوازي. هنا 5 مايكرو فراد دي السعه، وهنا 8 مايكرو فراد ماشي مع مصدر تيار. فاذا كانت الشحنه على المكثف الاول اللي هو 5، في هنا كيو قيمتها 50 مايكرو كولوم، تمام. فان الشحنه على المكثف الثاني تكون ايه؟ عايز الكيو والشحنه بالمايكرو كولوم، فانا مش هحول. تمام، هتعامل ازاي؟ ده توصيل على التوازي، ففي التوصيل على التوازي فرق الجهد متساوي، يبقى في واحد لازم تساوي في اتنين. في واحد انت عندك السي بتساوي كيو على الفي، السعة بتساوي الشحنة على فرق الجهد، وبالتالي الفي بتساوي كيو على السي، فهتفك في واحد لكيو واحد على سي واحد، يعني 50 على 5، وهتفك في اتنين لكيو اللي هي مجهولة على الساعة اللي هي 8. يبقى انت عندك هنا 10 على 1 وهنا كيو على 8، يبقى الكيو عندك بتساوي 80 مايكرو كولوم عشان انت محولتش، فتبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. سؤال رقم 20، دائرة رنين تتكون من ملف حس ومكثف متغير الساعة. فإذا كانت ساعة المكثف 400 مايكرو فراد وبعدين قلت لمية، عارفين يعني كام؟ يعني قلت للربع، من 400 لمية تبقى قلت للربع، فالتردد يصبح ايه؟ هنستخدم نسب التردد لما بيكون في حالة رنين، بنقول اف واحد على اف اتنين بتساوي جذر
L2 C2 على L1 C1. تمام. طيب F1 هنسميها مثلا F، و F2 عايزين نعرفها ايه اللي هيحصل لها. تمام، ال L مش هيجرى لها حاجة، وال L تانية هديناها زي ما هي، ايه اللي مش هيجرى لها حاجة. ال C بقى ايه اللي حصل للساعة؟ قال لك هنا الساعة المكثف قلت دي الربع، يعني من 400 ل 100. فانا هاجي هنا عند C2 اكتب بربع، وهنا C1 بواحد. طيب تمام، يبقى انت عندك كده جذر ربع، يبقى F1 او على F2 بجذر ربع. طيب يبقى F على F2 بتساوي، هناخد الجذر، واحد جذر واحد بواحد، وجذر اربعة ب2. يبقى انت عندك F2 بقت 2F، يعني التردد هيزداد للضعف، يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقم ج ضعف ما كان عليه. سؤال رقم 21، دائرة تيار متردد تحتوي على مكثف ثابت السعة، فإن الفرق في الطور بين الشحنة على المكثف وفرق الجهد بين اللوحين يكون إيه؟ يكون صفر. هترد تقولي مش دي يا مس دائرة المكثف اللي هي الدايرة رقم 3 اللي فيها فرق الجهد بيتأخر عن التيار بربع دورة بزاوية 90، ليه حضرتك اخترت صفر؟ لأن هو مش بيسأل عن زاوية الطور بين فرق الجهد وشدة التيار، ده هو بيسأل عن فرق الطور بين الشحنة، بين الشحنة وفرق الجهد الكيو والفي. فبين الكيو والفي على المكثف اتفاق في الطور، فتبقى الاختيار الصحيح رقم ج. سؤال رقم 22، يتفق الجهد المتردد مع التيار المتردد في الطور في دائرة تحتوي على المقاومة الأومية أو دائرة الرنين، دائرة ار ال سي بس في حالة رنين. أنا عندي هنا ألف مقاومة أومية، بدل الاختيار الصحيح. طب لو ملف حاسة عديم المقاومة، لا ده يبقى الدايرة التانية اللي فيها فرق الجهد بيسبق التيار بربع دورة. طب لو مكثف، لا تبقى الدايرة التالتة اللي فيها فرق الجهد هيتأخر عن التيار بربع دورة. طب لو ملف حاس له مقاومة أمية، لا تدي الدايرة رقم 4 اللي فيها فرق الجهد الكلي هيتقدم عن التيار بزاوية سيتا، حيث أن سيتا أكبر من الصفر وأقل من 90. المعلومات دي لازم تكون أنت فاهمها كويس قوي في دوائر التيار المتردد. السؤال رقم 23، في الشكل المقابل في دائرة الـ RLC تكون قراءة الفولتميتر الأول والثاني على الترتيب إيه؟ الفولتميتر الأول محوط على المقاومة والملف، المقاومة أهي والملف أهي، تمام، فكده هيقرأ إيه؟ والفولتميتر V2 محوط على الملف والمكثف، فبرضه هيقرأ إيه؟ طيب إحنا بنقول إن في دائرة الـ RLC، وخلي بالك دي مش في حالة رنين، لأن فرق الجهد عبر المكثف بـ3 وعبر الملف بـ1 مش بيساوي بعض. فانا لو افترضت ان ده اتجاه التيار، فالفي ار بتنطبق مع التيار، والفي ال بتسبق التيار بربع دوره، والفي سي بتتاخر عن التيار بربع دوره. فانت كده جبت لي الفولتميتر محوط على المقاومه والملف، ادي الفي المقاومه وادي الفي ملف، فبالتالي التوتال ليهم هيبقى عن طريق فيثاغورس. يبقى الفي توتال يبقى عباره عن الجذر التربيعي لفي ار تربيع زائد في ال تربيع، هيبقى ال V total بتساوي، تعالى كده نربع ال V R، ال V R عبارة عن 3 نربعها تبقى 9، وال V L عبارة عن 1 نربعها تبقى 1، يعني جذر 10. طيب بعد كده V 2 بيقرأ فرق الجهد ل total بين المكثف والملف، ادي ال V L وادي ال V C بينهم زاوية 180 درجة، يعني على خط واحد، فالتوتال بتاعهم هيبقى طرح. فهنقول ان الفي توتال هنطرح الكبير ناقص الصغير، 3 ناقص 1 هيبقى 2 فولت. يبقى دي عايزين كده الاختيارات، جذر 10 و2، هنلاقي الاجابه الصحيحه هتكون رقم ب. سؤال رقم 24، في دائره تيار متردد تحتوي على مقاومه اوميه تختزن، مش هكمل، المقاومه ما بتختزنش الطاقه، تختزن برضو مش هكمل، تستهلك، ايوه المقاومة هي العنصر الوحيد اللي بيستهلك الطاقة الكهربية على صورة طاقة حرارية. يبقى الإجابة الصحيحة رقم ج، ده اللي بتقول لي تحول الطاقة الكهربية الحرارية إزاي، يبقى هي الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. سؤال رقم 25، النسبة بين المعوقة الكلية والمقاومة الأومية في دائرة مهتزة في حالة رنين. في حالة الرنين بتبقى الزد بتساوي الآر، فلما تيجي تقسم لي الزد على الار اللي هي بتساويها هيبقى النسبة 1 صحيح، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب.
سؤال 26: عندما تكون دائرة التيار متردد في حالة رنين، فإن المعوقة تكون أقل ما يمكن وشدة التيار تكون أكبر ما يمكن. يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. سؤال رقم 27: فرق الجهد بين نواحي المكثف 10 فولت، فإذا كانت شحنة المكثف 40 مايكرو كولوم، فالسعة، السعة بتساوي كيو على الفي. الكيو اللي هي 40 مايكرو نضربها في 10 أس سالب 6 عشان نحول، على الفي اللي هي 10، هيبقى الناتج 4 في 10 أس سالب 6، وهتبقى الوحدة هتبقى عبارة عن فراد. ليه قلت فراد؟ لأنك أنت كده حولت، فيبقى الإجابة الصحيحة 4 في 10 أس سالب 6 فراد، يعني الاختيار الصحيح رقم د. السؤال ده رقم 28: إذا كان فرق الجهد بين طرفي ملف حث متصل بمصدر متردد يعبر عنه الرسم المقابل، فإن الرسم المعبر عن شدة التيار المار فيه هو إيه؟ دي الدايرة رقم 2، دايرة ملف ومصدر للتيار المتردد، اللي فيها القانون إن الـ V مصدر بيساوي L في دلتا I على الدلتا T. فأنا عايزة أحول الـ V لتيار، إزاي؟ هنعرف إن المعلومة اللي في الدايرة التانية إن فيها فرق الجهد بيسبق التيار بربع دورة، فإذا كان فرق الجهد هنا موجود عند الصفر فالمفروض إن فرق الجهد سابق، فالتيار يتأخر يروح فين وهو عند الصفر، وفي ممكن حد يتأخر عن الصفر، أيوه ينزل في السالب ربع دورة، وبالتالي هنا الاختيار الصحيح، لأن هنا بيقولك إن في اتفاق في الطور، وهنا بيقولك إن التيار هو اللي هيسبق، يعني لما يكون الفي بصفر يبقى التيار قمة عظمى، ده مش صحيح، وهنا بيقولك إنه هيبقى الصفر موجود ولكن هيحدث اختلاف في الزمن الدوري او في القيمه. خلي بالك هنا ايه، انا واحد وهنا اتنين، يعني برضو الزمن الدوري واحد، لا هنا في اتفاق في الزمن الدوري، ولكن عايز يقولك ايه، ان الكيرف هيبقى اعلى منه ولكن في اتفاق في الطور، مش هينفع الاختيار ده ولا ده ولا ده، الاختيار الصحيح هيكون رقم الف. سؤال رقم 29: ملف حاسوس ذاتي 4 من 100 هنري وضع بها قلب من الحديد، فإن معامل الحاس الذاتي يحصل له إيه؟ إنت عندك ال L بتساوي منال ميو N تربيع A على ال L، فلما تضع قلب من الحديد يبقى معامل النفاذية يزيد، يبقى ال L تزيد عن 4 من 100، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب، هتبقى أكبر من 4 من 100. دائرة بها مقاومة أومية وملف حاس وبطارية، فإن زاوية الطور، خلي بالك دي مش هتقولي دايرة ال RL، لأن دي بطارية مش مصدر متردد، وبالتالي دي كده مش هتبقى دايرة من دوائر التيار المتردد، دي دايرة من دوائر التيار المستمر، فهيبقى الملف ده مش دي الصفة مع التيار المستمر غير إنه مقاومة مع مقاومة، وبالتالي يبقى في اتفاق في الطور، يعني الاختيار الصحيح هيتفق الجهد مع التيار، لأن ده هنتعامل مع الملف على إنه مقاومة والمقاومة التانية على إنها مقاومة عادية، وبالتالي هيبقى في اتفاق للجهد مع التيار، الاختيار الصحيح هيكون رقم ب، وتنعدم الـ XL في وجود التيار المستمر لأن تردد التيار المستمر بصفر.